ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، صلاةً تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، تساءلنا فيما مضى في الحصة السالفة وفي الدرس السابق، هل العزلة والخلوة يحتاجان إلى شيخ مربي؟ هذا السؤال الذي يسأله المنتقد والموافق لطريقة التصوف، ويقولون بأن الإسلام ألغى الوساطة، فلماذا تتكلمون عن الشيخ في هذه المسألة؟ فأقول وبالله استعين، إن وجود الشيخ، أو بتعبير القرآن العظيم، إن وجود الولي المرشد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إن وجود الشيخ المربي مسألة مهمة وبركة عظيمة لا شك فيها. وجود الشيخ فيه نفع كبير بالنسبة للمريد وبالنسبة للسالك الطريق الذي يوصل إلى معرفة الله تعالى. لكني أحب أن أميز في نظري بين أمرين، بين السير إلى الله تعالى بالمعنى الاصطلاحي، والسير إلى الله سبحانه وتعالى بغير المعنى الاصطلاحي. كيف؟ نسمع هذه الكلمة نقول هناك سير إلى الله، هذه عبارة مجازية، سير إلى الله، ما معنى وماذا نقصد من كلامنا السير إلى الله؟ أي الانتقال عبر منازل الإيمان إلى مراتب الإحسان، ينتقل الإنسان من منزلة إلى أخرى حتى يصل إلى المعرفة، بل حتى يصل إلى حقيقة المعرفة. هذا يسمى عنده بالسير إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبارة إذن مجازية، انتقال لهذا الإنسان من منزلة إلى أخرى، ينتقل مثلا من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. هذه المعرفة يأخذ العقل حظه فيها، ويأخذ كذلك القلب حظه فيها، وتأخذ النفس والروح كذلك حظها من هذه المعرفة. بمعنى أن الإنسان ينتقل من نفس غير مزكاة إلى نفس مزكاة، ومن قلب غافل شارد بعيد عن الله تعالى إلى قلب طاهر، من قلب قاسي قلب كافر مشرك منافق غافل وهكذا، قاس إلى قلب مطمئن بالإيمان، قلب مؤمن وهكذا. هذا هو المقصود بالسير إلى الله تعالى. ثم كذلك ينتقل من عقل غير شرعي إلى عقل شرعي، وينتقل كذلك من جسد غير منضبط بالشرع إلى جسد منضبط بالشرع. هذا هو المقصود بالسير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هي مقامات ومنازل، وهو موضوع هذا الكتاب، كيف ينتقل هذا الإنسان من منزلة إلى أخرى. فهذا السير إلى الله سبحانه وتعالى يصل فيه الإنسان إلى حقيقة المعرفة بدون اتحاد ولا حلول ولا تشبيه ولا تجسيم. يشعر المريد بقرب الله تعالى، ويشاهد قربه من الله، يشاهد قربه من الله، ويشاهد قرب الله عز وجل منه بدون اتحاد وبدون حلول وبدون تشبيه أو تجسيم.
فإذا التصوف يدور حول هذه المعاني، والسير إلى الله تعالى هذا هو مقصوده. ولهذا إذا سئل المريد أول ما يسأل عندما يسلك هذا الطريق ما المقصود، فيقول الله. فالمقصود للجميع هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا من سلك طريق التصوف، طريق الإحسان، طريق يعني العارفين، فإن حياته ولله الحمد تكون سعيدة بذكر الله تعالى وبمعرفة الله تعالى. يعني تحيا روحه بالمعرفة، وتطيب حياته بالذكر وبالانضباط بأمر الله تعالى، فتكون الحياة سعيدة مطمئنة كما وعد الله سبحانه وتعالى، حيث قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن يسعى كي يرتقي إلى أعلى الدرجات في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واسجد واقترب، يشعر بهذا القرب الذي تحدث عنه القرآن العظيم. إذن هذا السير سير إلى الله، بمعناه الاصطلاحي. لا أتكلم عن من اتخذ المشيخة ومن اتخذ الطريق، اتخذها وسيلة لكسب المال والجاه والدنيا، لا أتكلم عن هؤلاء، عن تصوف الأرزاق. أتكلم عن العارفين، عن الصالحين الذين سلكوا الطريق وسلكوا غيرهم، وكانت الغاية عند الجميع الله سبحانه وتعالى. وهناك سير إلى الله تعالى ليس بالمعنى الاصطلاحي، أنا أستعمل بعض المصطلحات من باب البيان والتمثيل والتوضيح، بمعنى أن هذا الإنسان لا يلتزم بشيخ، فالشيخ لا يشترط في هذا القسم، وإنما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهرا وباطنا قولا وفعلا على حسب استطاعته. وأشبه الفرق بينهما، بين السير الاصطلاحي والسير لغير الاصطلاحي، بين طالب العلم وبين من يتعلم المعلومة من الدين بالضرورة. فإذا الذي يدرس ويقرأ الضرورية من الدين، هذا يكتفي ببعض المعلومات، يكتفي ببعض الأمور التي تفيده تصلح عبادته، يعرف الأساس من التوحيد، ثم له أن يهتم بغير ذلك، فهذا لا يحتاج إلى شيء لكي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو مقام كثير من الصحابة رضي الله عنهم. أما الكمل من أصحاب رسول الله هم درجات وطبقات، فهؤلاء لا يسعهم إلا أن يكونوا من أهل الإحسان، لأن الذي رباهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يتعلم الضرورية من الدين ليس كطالب العلم. طالب العلم يتفرغ للعلم ويدرس العلوم النقلية والعقلية كي يصل إلى مرتبة الشيوخ، إلى مرتبة العلماء، وربما يصل إلى مرتبة المجتهدين، يصل إلى الاجتهاد المطلق، فلا يكتفي بعلم واحد، يأخذ هذا العلم وهذا العلم ويدرس عند هذا الشيخ ويرحل إلى شيء آخر وهكذا، فهو يتعمق في هذه العلوم. هكذا الشأن بالنسبة للسائر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مقام الإحسان. وقلت لكم بأن الدين هو أركان، هناك ركن الإيمان تعلق بعلم التوحيد، ركن الإسلام تعلق بالفقه، وركن الإحسان تعلق بعلم التصوف وعلم السلوك، إذا واضح. وإن شئتم نسميه بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسميه بعلم الإحسان، طيب، إذا هذا هو المقصود. فإذا السير إلى الله تعالى من غير الانضباط بالضوابط والأركان التي ذكرها علماء السلوك، هذا الطريق له أركان، له سنن، له آداب التي ندرسها وتأتي مستقبلا بحول الله تعالى. فإذا السائر إلى الله تعالى بهذا الطريق المنضبط لا بد له من شيخ، وجود الشيخ مهم ومفيد وضروري. لماذا؟ لأنه ييسر الطريق عليك،
يقرب المسالك، ينبهك من وعورة الطريق ومما يفضي إليك إلى غير المقصود. إذن فائدة الشيخ أن يجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى، وأن يزيل حجاب الغفلة، وأن يزيل كذلك الحجاب عنك، عن الموانع التي تحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مهمة الشيخ، أن يرفع عنك النقاب وأن يجمع القلب على الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون بماذا؟ قالوا يكون بعلم واضح، وبعمل صحيح، وبحال واضح أيضا، لا يناقض ولا يعارض كتابا ولا سنة، حال ثابت. إذن هذا الشيخ تشترط فيه شروط، ليس الآن يعني الوقت لذكرها، أن يكون على دراية بالطريق وقد سلك هذا الطريق حتى يستطيع أن يسلك غيره. فإذا يجمع قلبك على الله، يعرفك بالله، يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فوجوده كمثل وجوده عند طلب العلم. إذا الذي يدرس العلم، أي علم من العلوم، يدرس أي علم من العلوم حتى العلوم الكونية، يحتاج إلى أستاذ. لماذا لا يدرس مثلا في الكتب؟ العلوم موجودة، لكن الأستاذ يقدم له مفاتيح العلوم، يسهل له الطريق، يقدم له المنهجية في العلم، ما ينبغي أن يقدمه في هذه العلوم وما ينبغي أن يؤخره، ثم يشجعه على طلب العلم. هكذا يفعل الشيخ المربي، يقرب المسالك ويدل الإنسان على ما ينفعه، كل على حسب حاله كما سيأتي بإذن الله تعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبعض مثلا لا تغضب، والآخر يأمره ببر الوالدين، والآخر مثلا يأمره بالصيام، والآخر يأمره بالقيام، كل على حسب حاله. فإذا الوارث، الشيخ الوارث لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله لمقام المحمدي، وقد ورث هذا الأمر كله، يرى ما يحتاج إليه المريد. فهذا ربما يقدم له أمرا والآخر يؤخر له ذلك، لأنه يحتاج مثلا إلى الاستغفار وهكذا. فإذا وجود هذا الشيخ هو ضروري ومفيد في السلوك إلى الله تعالى، بمعناه الاستراحة، لأنه يجمع على الله تعالى. فإذا جاء الشيخ مثلا أو جاء الفقير، ونتكلم عن الفقير بمعناه السلوكي التربوي العرفاني وليس بمعناه المعروف الذي لا يجد ما ينفق ولا يجد مالا، فإذا الفقير إذا جاء إلى شيء يأخذ بيده، ماذا يفعل الشيخ؟ يأخذ بيده. الآن نتكلم عن العلوم، نتكلم عن مقاصد أهل الله تعالى، ولا ينبغي لنا أن نستحضر ما يقوم به البعض من انحرافات في السلوك، في علاقتهم مع شيوخهم، وحتى في دعوتهم إلى هذا الأمر. فإذا الحجة إنما فيما قرره هؤلاء، وأدعياء التصوف ليسوا بحجة على التصوف. هناك من انتسب إلى هذا الطريق يعني أفسد جوهره ولبه وحقيقته، صحيح، يعني هذا موجود، اعترفوا بهذا، كما أن الأمر موجود عند الفقهاء وعند أصول الفقه وعند الأصوليين وعند علماء العقيدة. طيب، إذا عندما يأتي الفقير عند الشيخ ماذا يفعل؟ يلقنه الورد. وستأتي حكمة أخرى بعون الله تعالى نتكلم عن ضرورة الورد. لا يمكن الإنسان أن يسير بدون ورد. هل يمكن للسيارة مثلا الآن أن تنطلق بدون وقود؟ لا يمكن. عندها الأضواء الكاشفة، الكل مهيأ حتى تسير هذه السيارة، لكنها لا تنطلق بدون وقود. إذا العقل بالنسبة للإنسان كالأضواء الكاشفة بالنسبة للسيارة، لكنها لا تحرك الأضواء، لا تحرك السيارة. فإذا الحب الذي يوجد بالقلب، همتك ويقينك ومعرفتك هي التي تحرك هذا الإنسان، تجعله منضبطا بشرع الله تعالى، فيأمره بالورد، يلقنه
والتلقين عندهم سنة مباركة، لهم سند في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذكره إن شاء الله تعالى في وقتين، لهم سند. وكل مسألة في التصوف هي مؤثرة بالكتاب والسنة، ما من مسألة ذكرها أو عملوا يا إله هي مؤثرة بالكتاب والسنة. وأنا في كل يعني ونعوذ بالله من القول أنا بين الفئة أخرى أذكر لكم بعض المصطلحات التي يستعملونها ونؤصلها بما ذكرها علماؤنا جزاهم الله. فإذا عندما يلقنه بالذكر يأمر كذلك بأن يتعلم أحكام الشرع من صلاة وصيام وزكاة وحج وما يرتبط بالعبادة، لا بد من تصحيحها، بل يعلمون حتى ما يتعلق بالوضوء، لأن العبادات الكبرى إنما تكون بالوضوء، والوضوء شرط في صحة كثير من العبادات. ويعلمه كذلك الأساس من التوحيد، ما يجب لله عز وجل وما يستحيل في حق الله تعالى وما لا يجوز، يعني يعلمه الأساس في التوحيد. فإذا كان الشيخ لا يتقن هذا، قد يكون يتقن الإرشاد والهداية ولا يتقن العلوم الشرعية، فيوجهه إلى من يعلمه، لا بد من معرفته. فلهذا يجمعون بين الحقيقة والشريعة، التصوف هو الكتاب والسنة والانضباط بهما. بعد ذلك يأمره بالطاعة، بطاعة رب العالمين وبطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالاجتماع مع الإخوان على الذكر والطاعة والمذاكرة وهكذا. ويأمره كذلك بلزوم جماعة أهل السنة والجماعة، بلزوم الجماعة. فلهذا قالوا التصوف هو الاجتماع والاستماع والاتباع، التصوف الاجتماع والاستماع والاتباع، يقوم على هذه الأصول. وهناك أمور أخرى يذكرها علماؤنا ويأمر بها الشيخ، يعني ذكرها الآن يخرجنا عن المقصود. إذن هذه هي مهمة الشيخ، لا ضير في هذا ولا خلاف في هذا، وهذا يقبله كل أحد يعني يريد أن يصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة المعرفة. فإذا كل على حسب همته، الناس متفاوتون في علاقتهم بالله، في إقبالهم على الله، في طاعتهم لله تعالى، في الانضباط بالضوابط الشرعية. فيهم المجتهد وفيهم المقصر وفيهم المفرط، وهناك من يقتصر على الفرائض، وهناك من يجتهد كثيرا في النوافل، فيهم أهل البداية، فيهم أهل النهاية. فالشيخ إذا رأى من همته عالية، من كانت همته عالية، فإنه يأمره بالتحلي بالوراثة النبوية، يأمره بهذا إذا كان من أهل النهايات. رجل يعني اجتهد وهمته كما قلنا عالية، وتظهر عليه علامات الفلاح والإقبال على الله تعالى، وفراسة الشيخ هنا مهمة، فهو يوجهه فيما يعني يحتاج. مثلا يأتي إليه العالم الذي يفتخر مثلا بعلمه، رجل العالم يفتخر بعلمه، أول ما ينبغي أن نهتم به أن نزيل أنانيات هذا النفس، التكبر والعزة والجاه وأنا 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 من آخر. وربما احتاج الآخر إلى الاستغفار. ولهذا قد كما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله، ربما قد يمنعه الشيخ مثلا من قراءة القرآن لمرحلة، ليس دائما، لا يوجد من يمنعك من قراءة القرآن من كتاب الله تعالى، وإنما أراد أن يغرس فيك الإيمان حتى تستشعر معاني كلام الله تبارك وتعالى. في البيهقي يقول سيدنا عبد الله بن عمر: أوتينا الإيمان قبل القرآن، وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان، هكذا يقول سيدنا عبد الله بن عمر في زمانه. ربما رأى الشيخ ذلك، أنه عليك أن تكرر مثلا الاستغفار ولا إله إلا الله، ويأمرك مثلا بالأذكار، حتى إذا تنورت وتطهرت هذه القلوب واشتعل سراجها، بعد ذلك يقرأ القرآن فيشعر القارئ بأن القرآن خطاب الله تعالى وأنه كلام الله تعالى. هذا سنتكلم عنه نتكلم عنه مستقبلا بعون الله تعالى. استشعار مثلا أن هذا الشخص مثلا حفظ القرآن لتصدر المجلس مثلا؟ نعم، قد لا يأمره، قد يأمره بالسكوت وإن كان يحسن القراءة، إن كان لا يحسن القراءة.
رأفة به ورحمة به. يثقل مثلا، وهذا قد يفعله الإنسان مع نفسه. يعني عليه أن يجدد النية، أن يجدد النية. ماذا أقصد بهذا العمل؟ فإذا هذه النفس يعني أمارة بالسوء حقيقة. إذن ومن كانت همته أدنى ناقصة فهو يرقيه على حسب حاله وعلى حسب استعداده، على حسب استعداده. الأمر في اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا دوائر الولاية. كيف؟ هناك دوائر تتعلق بهذا الشيخ. إذا اعتبرنا مثلا الشيخ في الوسط وتدور به دوائر، نقطة في الوسط وحولها دوائر، فإذا هناك دائرة أهل النهاية المجتهدون المحسنون. هؤلاء لهم قرب من الشيخ، مثلا همتهم عالية، هؤلاء أعلى درجة. وآخر درجة هي أهل دائرة أو أهل البداية، عفوا أهل البداية والمتبركين كذلك. إذن آخر هذه الدوائر من كان من المتبركين بالشيخ بمجالسته وبالاستماع له، ومن أهل البداية الذين لا زالوا في بداية الطريق. إذن عندنا علم البداية وعلم النهاية، والذي يليق في البداية لا يليق في النهاية، كما نفعل حتى مع التلاميذ والطلبة في العلوم. الذي يبدأ في علم العلوم يعني ندرسه المبادئ الأولية أو المبادئ الأولى لذلك العلم، ثم عندما يرتقي نتعمق مع ذلك بعدها في ذلك العلوم. حتى الإنسان يعني طبيعة هذا الإنسان، خلقه يدل على الله تعالى. الإنسان مثلا في عندما يكون رضيعا يكتفى بالحليب فقط، يمكن أن نطعمه الطعام؟ لا يمكن، لا يصلح له إنه في البداية. عندما يكبر ممكن، ويأتي ذلك تدريجيا، وهكذا الطريق إلى الله سبحانه. هكذا النفس، هكذا النفس تحتاج إلى هذا التدريج. ولاحظنا كيف أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتدريج. وبالمناسبة عندما ذكرنا الدوائر سنذكرها إن شاء الله تفصيلا فيما بعد، يقولون دائرة الأولياء أوسع من دائرة الأنبياء. دائرة الأولياء أوسع من دائرة الأنبياء. البعض يقول أعوذ بالله، هذا يقارن الأنبياء بالأولياء. يتسرع الناس في الأحكام، يعني يتسرعون. أول سؤال ينبغي أن يقوله الإنسان، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ أقصد كذا وكذا، بعدها يمكن أن تعقب. أو تقول إذا كنت تقصد كذا وكذا فجواب كلامك كذا وكذا. أما أن تعترض دون أن تفهم ما يقال، من شأن الجاهلين، شأن الجاهلين. فإذا دائرة الأولياء أوسع. كيف؟ قالوا لأن الأنبياء أقرب إلى الحضرة من الأولياء، فلا يقبل في حقهم الخطأ، قد اطردون، هم قريبون من الله سبحانه وتعالى. فإذا الدائرة هنا القرب إذا كانت ضيقة، بخلاف الأولياء قد يتسامح معه. لهذا الخطأ مع الأنبياء ليس كالخطأ مع الأولياء. نهاية الأنبياء بداية الأولياء كما قلنا. إذن هذه مسائل تتعلق بعلم قائم، ينبغي أن نتصرع. وعلماء السلوك يشيرون إشارات، ولهذا لا ينبغي لأحد لا يفقه هذا العلم أن نفتنه بهذه الكلمات، حتى يتعمق وحتى يعلم ما معنى علم التصوف في علم السلوك، وإلا افتوتين، إلا افتوتين. ولهذا قال بعضهم تحرم أحيانا قراءة كتبه لمن يكون أهلا لذلك. هذا الشيخ المربي قد لا يكون قادرا على العلوم، على فهم العلوم الشرعية وعلى تدريسها وعلى تعليمها، قد، ومع ذلك يحتاج إليه كبار العلماء في التسليك وفي الدلالة على الله سبحانه وتعالى. لكن الوارث الكامل، الوارث المحمدي
هو الذي ورث عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة الكاملة قولا وفعلا وحالا، جمع بين الحقيقة والشريعة كما هو الشأن بالنسبة لابن عطاء الله السكندري، جمع بين العلمين. هذه وراثة كاملة. إذن هذا هو المقصود من هذا الكلام. سيدي ابن عاشر رحمه الله تعالى لخص المسألة فقال: يصحب شيخا عارفا المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. نعيدها واخر اكتبوها جميعا. يصحب شيخا عارفا المسالك، يصحب شيخا عارفا المسالك، ذكرها في المرشد المعين في كتاب التصوف وهوادي التعاون. يصحب شيخا عارفا المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، يذكره الله إذا رآه، يصحب شيخا عارفا المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. تقرؤونها بهذه الطريقة بما يشبه الحذاء من أجل حفظ، حتى إذا سقط أو سقطت كلمة من البيت نعلمها، يختل الوزن، فإذا هذا يجعلك تضبط الوزن، ويصبح عندك يعني أذن تتذوق الشعر. إذا سيدي ابن عاشر رحمه الله لخص المسألة ونظمه مبارك. يصحب شيخا، المريد الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى يصحب شيخا عارف المسالك، لا بد أن يتصف بهذه الصفات، أن يكون على دراية بالطريق، سلك الطريق يعني مشى وراء كما نقول، ذهب وراء، فسلك من أجل أن يوصل لك، راح في النهار وغاد في آخر النهار في أول النهار، يعني راح في آخر النهار وغدا في أول النهار، كما نقول مثلا بالنسبة لمن يريد أن يحصل على رخصة السياقة لسيارة الأجرة، لا بد له أن يكون حاصل على رخصة السياقة أصلا، وأن يكون قد تمرس في هذا، وأن يعرف الشوارع والأزقة وهكذا. فالذي يسلك الطريق لابد أن يعرف الطريق، هذا الطريق وما فيه من عقبات وما فيه من يعني موانع تمنع من الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لابد من هذا. فهذا قد يصحب المريد شيخا عارف المسالك، هذه المسالك، ويعرف الأقرب والأهم التي توصل إلى الله تعالى، يقيه يبعده عن المهالك، يقيه في طريقه، في الطريق إلى الله، ولا نسمع الطريقة، نقصد الطريقة أخذها من القرآن، ولو أنهم استقاموا على الطريقة. فإذا تبركوا بهذا الاسم، فهذا الطريق يعني ينبغي أن يكون مستقيما موصلا إلى الله تعالى، ويوصل العبد إلى مولاه. هذه الغاية، الغاية أن يصل العبد إلى معرفة الله، هذا أو هذه مهمة الشيخ لا أقل ولا أكثر. ولهذا قالوا: الشيخ الذي يخرجك من عبادة الهوى ويدخلك على المولى. من هو الشيخ؟ من أخرجك من عبادة الهوى وأدخلك على المولى، يعني أدخلك على الله سبحانه وتعالى، أخرجك من عبادة نفسك ومن عبادة هواك ومن عبادة الشيطان ومن عبادة غير الله تعالى. إياكم أن تعتقدوا أن العبادة نقصد بها الأصنام فقط، أو الشرك نقصد أننا نقصد بالشرك عبادة الأصنام فقط، لا، فقد الإنسان يعبد هوى ويعبد الدرهم ويعبد الدينار، تعيس عبد الدينار كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن
هذا هو الشيخ. قالوا الشيخ هو الذي يجلو مرآة قلبك حتى تتجلى فيه أنوار ربك. إذن الشيخ ماذا يقوم؟ يقوم بتجلية، بتطهير مرآة القلب التي ربما لم تعد ترى. قلنا بأن القلب يرى، البصيرة، عيون القلب البصيرة، الإنسان يرى بعينيه، يعني يرى الأشياء المحسوسة ويرى المعاني ماذا ببصيرته، بعيون قلبه. فإذا الشيخ يقوم بتجلية مرآة قلبك كي تتجلى فيه أنوار ربك. الشيخ من نهضك إلى الله فنهضت إليه، أنهضك إلى الله فنهضت إليه، سلك بك الطريق حتى أوصلك إليه، هذا هو المقصود بالشيخ. والشيخ ما زال محاديا لك حتى أدخلك عليه وزج بك في نور الحضرة وقال ها أنت مع ربك، هذا هو الشيخ. إذن الشيخ أوصلك إلى الله، أدخلك على حضرته، وتركك مع الله، ويوصل العبد إلى مولاه. ولهذا من لا شيخ له يسمى عند القوم باللاقد. نعم باللاقد. لم أصل إلى هذه المرتبة، نحن في البداية. كيف لقيت؟ لقيت هو الداعي، يعني مقطوع النسب، لا أب له، لأن أصل لقيت من الملقوط، الملقوط من الأرض، لا نسب له، فليست بسبة، وإنما هذا مقطوع النسب، ليس له أستاذ أو شيخ يصله بسلسلة الأتباع، هذا الذي يقصدون، فهم لا يقللون من الناس. فإذا هو لقيت في الطريق، نعم، فلا بد من الشيخ في هذا الباب، في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة التي نتكلم فيها الآن ونتدارسها كانت مجال بحث ودراسة وحوار ونقاش وجدال بين فقراء الأندلس في أواخر المئة أو في أواخر القرن المئة الثامنة في الأندلس. تكلم فيها ابن عباد رحمه الله العلامة الشيخ المعروف، وتكلم فيها كذلك العلامة ابن خلدون، وأفردها بالتأليف والتصنيف الإمام الشيخ فروخ في عدة المريد الصادق، في كتابه عدة المريد الصادق، مسألة علمية. ذكر كلامهم وما جرى بينهم من حوارات ونقاش يخرج على المقصود، وقد نطيل ذلك أو قد نطيل الكلام في ذلك ربما لشهور، فلهذا نتركه إن شاء الله تعالى في وقته، هذا الذي يهمنا. قالوا نحن نستدل بهذا بقوله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. والإنابة عندهم تكون بالعلم وبالعمل وكذلك يعني بالحال، وهم مقتدون كذلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن حنظلة بن الربيع الأسيدي بتشديد الياء، في نسخة عن حنظلة بن الربيع بفتح الراء، وفي نسخة أخرى الربيع بضم الراء. هذا ليس هو حنظلة بن مالك الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسيل الملائكة، إن صاحبكم قد غسلته الملائكة، صحابي الآخر. قال لقيني أبو بكر، سيدنا أبو بكر تقي به، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله، ما تقول؟ صحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون ويعرفون مقتضيات الكلمة وأسرار الكلمات،
فمصطلح النفاق، مصطلح الكفر، مصطلح الشرك، مصطلحات عظيمة جليلة لها وقع، ليس كما نفعل الآن. مثلا عندما تمتنع عن الطعام والشراب قد يقول لك مثلا محب لك، قل يا أخي لا أستطيع، اتقي الله اتقي الله، كل ما علاقة تقول الأكل اتقي الله. فإذا شي مرة شي واحد قال لي شحال عندك مولدات؟ قال لي عندي 40 إن شاء الله. إن شاء الله أعطاك 4 ديال الوليدات، إن شاء الله 4 الوليدات الحمد لله، 4 الوليدات اللهم بارك. فإذا عندما قال نافق أحد آخر، سبحان الله، ينزه عن هذا العمل أو عن هذا القول، وهو يقصد نفاق الحال لا نفاق الإيمان. لابد أن ننتبه، يقصد نفاق الحال، أما هو على درجة عالية من الإيمان. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فأنهم يشاهدون الله تعالى ويشاهدون أحوال الجنة وأحوال النار، نعوذ بالله، رأي العين، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا خرجنا من رسول الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني خالطنا الأولاد والأزواج والضيعات المساتين، نسينا كثيرا. قال سيدنا أبو بكر والله إنا لنجد مثل ما تقول. قال فذهبت أنا وأبو بكر ودخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله تذكرنا بالجنة، تذكرنا بالنار والجنة وكأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكون عندي لصفحتكم الملائكة على فرشكم، أو على الذكر، لصفحتكم الملائكة على فرشكم وعلى ذكركم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة فساعة في رواية. بمعنى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوالا يرتقي بها أصحابه رضي الله عنه. إذا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرون بهذا الحال كأنهم رأي العين. عند مفارقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشعرون بهذا. هذا هو المقصود بمصاحبة الشيخ، فيرتقي المريد من خلال صحبته للشيخ إلى مقام الإحسان، وهذا ورثه من شيخه، الذي ورثه من شيخه إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن العلوم تورث، يعني الوراثة العلمية، وتنقل من شيخ إلى شيخ ومن جيل إلى جيل ومن طبقة إلى طبقة، كذلك أسرار وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الولاية، فهي تنقل بفضل الله تبارك وتعالى. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم يرتقون من خلال صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام العظيم، يصلون إلى درجة الذاكر المستمر الذي لا ينقطع، وباستطاعتهم أن تصافحهم الملائكة في فرشهم وفي منازلهم وفي ذكرهم. بل قالوا كما في حديث صحيح أنكرنا قلوبنا بعد أن دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحوال قلبية إيمانية إحسانية يجدها الصحابة رضوان الله عليهم ويشعرون بها. إذن أنكروا قلوبهم بعد فقدانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون إلا بالمصاحبة، لا يكون إلا بالمجالسة، لا يكون إلا بالتوجيه. إذن هناك أحوال تؤخذ عن مباشرة، لا تؤخذ من الأوراق ولا من الكتب، ولو بقي الإنسان يعني لعمره مئات السنين لن يحصل على شيء. هكذا شاءت حكمة الله تعالى. فلهذا أنكروا قلوبهم رضي الله عنهم. وإذا رجعنا إلى تاريخنا وإلى تراثنا وجدنا أن كثيرا من العلماء اتخذوا دليلا وشيوخا لهم في السير إلى الله تعالى،
وكانوا على درجة عالية من العلم في الفقه في الحديث في اللغة في أنواع من العلوم. سبحان الله، ألا يوجد في بطون الكتب ما يدلهم على الله؟ رجعنا ورجعوا إلى ما قررته في أول هذا الدرس، نتكلم عن السير بمعناه الاصطلاحي. فإذا هذه المعاني إنما توجد في القلوب، وقد يوجد أو نجد عالما كبيرا جاء يبحث عمن يدله على الله تعالى. لماذا يعني نذهب بعيدا كما يقولون؟ هذا إمام الأئمة ومحدث كبير في زمانه، ابن خزيمة، من المحدثين الكبار. أذكر لكم من العلماء الذين سلكوا هذا الطريق وكانوا على يعني كانوا جبالا في العلم. يقال بأن الصوفية يخرفون ولا يعرفون ما يقول. ابن خزيمة رحمه الله تعالى كان معظما لأحد صوفية عصره، وهو الشيخ أبو علي الثقفي. أبو علي الثقفي كما ذكر تاج الدين بن السبكي رحمه الله في الطبقات الشافعية. وهذا الخطيب البغدادي رحمه الله الذي قال فيه علماء الحديث كما في النخبة، نخبة الفكر الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث، علماء الحديث قالوا بأن المحدثين عيال عليه، المحدثون بعد الخطيب عيال عليه، كل اعتمد على ما قرره هذا الرجل. محدث كبير، عالم من الأعلام، شامخ في علم الحديث. لما حج بيت الله تعالى دعا وطلب ثلاث حاجات: أن يحدث بتاريخ بغداد، وأن يملي بجامع المنصور، وأن يدفن بجوار قبر بشر الحافي. وكان له ذلك، حدث وصنف وألف وقبل علمه، ثم بعد ذلك اشتغل بالعلم وكان رأسا فيه. الإملاء معروف، إملاء الحديث، يعني قوم الشيخ بإملاء الحديث من حفظه ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد ذلك تمنى وأراد أن يدفن بجوار قبر بشر الحافي. بشر الحافي من كبار الصوفيين، لأنه يرى أن الرجل كان من أولياء الله تعالى، نحسبه كذلك. فإذا تمنى أن يدفن بجواره لصلاحه ولله. كذلك الإمام الحاكم صاحب المستدرك من المحدثين الكبار، ومن منا لا يعرف المستدرك؟ استدرك على الصحيحين. هذا الرجل صاحب جماعة من أهل التصوف وأخذ عنهم، صاحب أبا عمرو محمد بن جعفر، وصاحب كذلك أبا عثمان المغربي، وصاحب جماعة من أهل الله تعالى، الحاكم المحدث. وهذا الإمام النووي الذي يعني هو علم على أهل الأمة، لا يحتاج إلى لأنه ترجم له أن ندل عليه، من أحسن من شرح صحيح مسلم وصاحب التصانيف المعروفة الأذكار ورياض الصالحين، لا صاحب شيخا وأخذ عنه، صاحب شيخه ياسين، الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي كما في الطبقات الشافعية. وهكذا ما من عالم نجد إلا وقد اتخذ شيخا يدله على الطريق. إذا رجعنا إلى الكتب تعج بهذا، إلى كتب طبقات الشافعية وطبقات الحنابلة وطبقات المالكية وطبقات الأحناف، الأمثلة في هذا الباب كثير. وحتى الفقهاء فعلوا مثل ما فعل علماء الحديث. هذا الإمام السيوطي صاحب التصانيف الفريدة والمتنوعة الكثيرة، احتقلوا أنه وصل إلى درجة الاجتهاد، يعني وكان يعني مبدعا وألف في علوم كثيرة رحمه الله، وادعى التجديد. ومن حقيقة قال: وقد رجوت أني مجدد، فليس ففضل الله ليس يجحد. في منظومة له ذكر المجددين، قال: وقد رجوت أني مجدد ففضل الله ليس يجحد. عد نفسه من المجددين، يفتخر بعلمه، لكنه اتخذ شيخا ورجع إلى مشايخ الشاذلية يدله على الطريق. وله كتاب في هذا شهد فيه شهادة صدق،
تأييد الحقيقة العالية وتشييد الطريقة الشاذلية، مطبوع موجود. وهذا الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله كذلك ترك لنا شهادته ومسيرته وطريقته في كتابه الذي سماه بالمنقذ من الضلال، كتاب صغير ولكن جليل وجميل. ترك العلوم وترك الناس ثم ذهب لإصلاح نفسه. ماذا يوجد عند هؤلاء حتى يترك كبار العلماء يترك الكتب بطول الكتب من أجل أن يتربعوا مثلا بين يدي شيخ قليل منهم مثلا في يعني في العلم؟ الإمام القسطلاني رحمه الله كذلك أخذ عن شهاب الدين الصهرورودي وابن أخ الشيخ أبي نجيب الصهرورودي، وهكذا ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد الشافعي العالم المعروف قيل بأنه وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، أخذ عن كمال الدين بن عبد الطاهر الدمشقي رحمه الله، سلطان العلماء العز بن عبد السلام أخذ كذلك عن شهاب الدين الصهرورودي. فعلى كل حال جماعة من العلماء. سؤال الآن، لماذا صاحب هؤلاء الأولياء؟ لأنهم يعلمون أن الولاية لا توجد في الكتب، وإنما هي نور يقذفه الله تعالى في قلوب أصفيائه وأحبابه، فلهذا التزموا هؤلاء. إذن نكون بهذا قد أجبنا عن هذا السؤال باختصار شديد، وعن ضرورة الشيخ في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن السير بمعناه الاصطلاحي، ولا نتكلم عن السير الذي يكون لكل مؤمن. لا نقول بأن الشيخ مثلا يصبح لكل المؤمن العوام الناس، فممكن الإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم دون شيخ وهكذا. فإذا ما سبق بيانه نزيله إن شاء الله تعالى إضافة، ونترك هذه الحكمة التي كتبتها الأستاذة، اسمح لنا لأنه ما سمعش إليها مرة أخرى إن شاء الله بذلك الجهد، ولكن بسبب الله إن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يمتعنا بإشراقة قلبية كيف يشرق قلبه، لأنه الكلام فيه يقول، فلهذا نتركه إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. والله تعالى يقول الحق في سبيل، والحمد لله رب العالمين. Thank you.